نعم، نحن نعزو هذه التفجيرات إلى جانبين مهمين. الجانب الأول ربما تكون عبوات وضعت في وقت سابق أبان يعني زعزعة الوضع الأمني في السنوات الماضية داخل العراق، وبقيت لحين هذه الفترة يعني بقت في أماكن مزروعة. لكن الجانب الآخر وهو الجانب الأكثر خطورة، قبل أيام تحدثنا مع مصدر أمني تحدث عن وجود قرابة 10,000 عنصر 10,000 عنصر من داعش يتواجد في وادي حوران، هذا الوادي الذي تمنع القوات الأمريكية الوصول إليه. أي شخص، أي قائد من القوات الأمنية العراقية من يروم الوصول إلى هذا الوادي يتم قصفه بالطائرات. هذا ما تحدث لنا أحد المصادر الأمنية، يعني ليس بالبعيد قبل أيام. هذا ينذر بوجود مخططات مستقبلية على العراق. أيضا خلال 28 يوم السابقة التي مضت شهد العراق قرابة أكثر من 59 حالة اغتيال. حالات الاغتيال توزعت في كل المحافظات العراقية، وأبرز ما سمعنا عنه البلوكر أم فهد وغيرها من الناشطين وغيرها من المواطنين. أيضا قبل يومين يعني سمعنا في حادث اغتيال أحد الرياضيين في منطقة الأعظمية. هذه المعطيات تشير وتنذر إلى الوضع على أنه في حافة الانهيار، لكن يبدو أن بعض الجهات الأمنية غير عفوا الحكومية غير آبها لهذا الأحداث الأمنية. لكن إذا استمرت هذه الأحداث هنا وهناك حالات اغتيال، تفجير، مخططات لتوسعة الإرهاب، هذا ينذر بخطر وخطر كبير. ربما تكون هذه المناطق الرخوة تتوسع في الفترة القادمة، وإذا توسعت في الفترة القادمة فإنها ستكون أكثر فتكا في المواطنين، يعني تستغل أي خلل سياسي أو أي خلاف سياسي أو أي رخاوة سياسية بالحكومة وتتوسع، وربما تعيد العراق إلى مربع ما لا يحمد عقباه ولا ما وإلى ما لا يتمناه كل السياسيين. لذلك عبر قناة اليوم وعبر شاشتكم المحترمة نطالب الحكومة العراقية بإعادة النظر في الخطط الأمنية وإعادة النظر في توزيع القيادات الأمنية بكل المحافظات، وخاصة المحافظات الغربية والشمالية، وخاصة المحافظات الغربية التي يتواجد فيها وادي حوران وتتواجد فيها مناطق صحراوية، لأن هذه المناطق هي لا زالت أغلب المناطق فيها هي تعتبر مناطق رخوة. نعم نعم، يعني برأيك هذه الاستهدافات ليست لمجرد القتل، يعني هل هناك رسائل أو غاية معينة يريد من خلالها منفذو هذه الهجمات سواء داعش أو غيرهم من الفصائل إيصالها لجهة معينة أو محاولة العودة مجددا في العراق؟ ربما هي رسائل إلى الحكومة من قبل الإرهاب، وربما الإرهاب كما ذكرت لك ينتظر استغلال الوقت المناسب لإعادة نشاطه في المنطقة. لذلك أذكرها للمرة الثانية، نحذر الحكومة وعليها أن تعيد النظر بخططها، وعليها أن تمسح منطقة وادي حوران وتمشط هذه المنطقة بقوات أمنية مكثفة، ولا تسمح للقوات الأمريكية أن تحترض كل من يروم أن يذهب إلى هذه المنطقة التي بحسب مصادر أمنية فيها أكثر من 10,000 عنصر ويأتيهم. وحتى المصدر الأمني ذكر بالتحديد أن الإمدادات تأتي لهؤلاء عبر الطيران الأمريكي، وهذا هو نذير خطر جدا على الوضع وعلى المواطنين بصورة عامة. لذلك إعادة النظر مهمة جدا، وبالتأكيد ربما تكون هذه التفجيرات هنا وهناك. لم يشهد العراق تفجيرات في الفترة الماضية بكل صراحة، لكن خلال يعني الشهر الماضي كان هناك حالات اغتيال، وحالات اغتيال على مستوى يومي كانت يعني أمر مرعب جدا. لكن هذا مهم جدا أن يتم إعادة النظر من خلال إعادة النظر بقيادات الأمنية وتغيير بعض القيادات الأمنية داخل المحافظات وقيادات المحافظات.
نعم، كنت معي من العاصمة العراقية بغداد السيد أحمد الكناني، صحفي ومحلل سياسي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.